نبدأ النشرة بقراءة بيان وزارة الصحة رقم 33. تخبر وزارة الصحة العامة الرأي الوطني والدولي عن الحالة الوبائية لمرض فيروس كورونا كوفيد 19 بتاريخ 19 مايو 2020 في تشات، وهي كالتالي: 144 عينة تم فحصها، منها 141 حالات مشتبهة وثلاث حالات تحت المراقبة، 26 إصابات جديدة سجلت، 22 حالة شفاء، ليرتفع العدد الكلي إلى 139، ثلاث حالة وفاة، عدد الوفيات 56، 350 حالة مرضية تحت العلاج. بشكل إجمالي هناك 545 إصابات مؤكدة، منها 125 امرأة و 420 رجل منذ تاريخ 19 مارس 2020. وحتى يومنا هذا أصيبت 10 أقاليم من بين 23، وهي أنجمينا 521، البطحاء 1، كانيم 3، البحيرة 4، لوغون الغربي 1، لوغون الشرقي 4، مايوكوبي الشرقي 2، شاري الأوسط 2، والداي 3، ووادي فيرا 4. تتقدم وزارة الصحة العامة بالشكر إلى جميع الفاعلين على تدخلهم وإخلاصهم في الكفاح ضد فيروس كورونا، وتناشد المواطنين على ضرورة احترام القرارات والإرشادات. وزير الصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال.